وإلى عالم الثقافة والتاريخ وقصص لا يمكن المرور بدون الاستمتاع بها، وهذه المرة من حساب وزارة الثقافة والتي نشرت مقطع فيديو جميل من خلال تغريدة جاء فيها نحت الأبل قصة امتنان نقشها الإنسان. طبعا يصور الفيديو المنشور اللي راح نشوفه الآن قصص نقش الأبل على الصخور بطريقة إبداعية في مختلف مناطق المملكة، مما يؤكد على عمق العلاقة بين الإنسان طبعا في الجزيرة العربية بالأبل منذ قدم التاريخ. حفرا على الصخر وبعناصر فنية متنوعة ظهر نحت الإبل في الجزيرة العربية منذ العصر البرونزي على أقل تقدير، حيث وثق الإنسان علاقته بالإبل على الجبال وفي الكهوف وبالقرب من الآبار والعيون، وسجل حضورا ثريا للنحت على الصخور في معظم مناطق المملكة. نفذ النحت إما بالأسلوب الواقعي أو بالأسلوب التخطيطي، وبه خلد الإنسان علاقته بالإبل المستأنسة التي ساعدته على الصمود في وجه الصحراء وقطع القفار وبلوغ الغايات، علاقة صور من خلالها قصة امتنان وتفاخر بهذا الكائن الصحراوي الفريد.